مرحبا أصدقائي، اليوم راح نتكلم عن أحسن الساعات الذكية لسنة 2024. إذا كنت تدور على ساعة ذكية تجمع بين الأداء القوي والميزات المتقدمة فأنتم في المكان الصح. أولا عندنا اسم الساعة الأولى. هذه الساعة فيها شاشة AMOLED واضحة جدا مع معالج سريع وتصميم أنيق يناسب كل الأذواق. الشاشة تعطيك ألوان زاهية وتفاصيل دقيقة، مما يجعلها مثالية لمشاهدة الإشعارات والرسائل وحتى الصور. وفوق هذا كله، توفر ميزات متقدمة لتتبع اللياقة البدنية ومراقبة الصحة طول اليوم. تقدر تتابع خطواتك، معدل ضربات قلبك، وحتى مستوى الأكسجين في الدم. بعدين، عندنا اسم الساعة الثانية. تتميز هذه الساعة ببطارية تدوم لفترة طويلة ومقاومة للماء حتى 50 متر، يعني تقدر تلبسها في السباحة أو حتى في الحمام بدون أي قلق. فيها كمان ميزات متطورة زي مراقبة النوم وتتبع معدل ضربات القلب. تقدر تعرف جودة نومك وتتابع صحتك بشكل دقيق. خيار رائع لكل شخص يبحث عن جهاز يعتمد عليه في نشاطاته اليومية. ما ننسى اسم الساعة الثالثة. تعتبر واحدة من أكثر الساعات الذكية تطوراً في السوق. بفضل تقنياتها الحديثة، تقدر تستفيد من ميزات مثل الدفع الإلكتروني وتتبع الموقع. بفضل نظام تشغيل متقدم وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، هذه الساعة تقدر تكون مساعدك الشخصي المثالي. تقدر تتحكم في أجهزتك الذكية وتدير مهامك اليومية بكل سهولة. كمان تدعم مكالمات الهاتف والمساعدات الصوتية، يعني تقدر ترد على المكالمات وتستخدم الأوامر الصوتية بدون الحاجة لهاتفك. إذا كنت تحب الرياضة، اسم الساعة الرابعة هي الخيار الأفضل لكم. فيها ميزات متقدمة لتتبع الأداء الرياضي ومقاومة ممتازة للظروف الصعبة. تقدر تتابع تمارينك وتحقق أهدافك الرياضية بكل دقة. مع تصميم رياضي ومتانة عالية، هذه الساعة راح تكون رفيقتكم المثالية في كل مغامراتكم. وأخيراً، عندنا اسم الساعة الخامسة اللي تتميز بسعر مناسب وميزات متعددة. تقدم قيمة ممتازة مقابل المال وتناسب الكل، سواء كنتم مبتدئين أو محترفين. تقدر تستفيد من ميزات مثل تتبع النشاطات اليومية والإشعارات الذكية. هذه كانت نظرة سريعة على أحسن الساعات الذكية لسنة 2024. إذا عجبكم الفيديو، ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة للمزيد من المحتوى الرائع. شكراً على المشاهدة وسلام.